ألقى معالي الأستاذ عوني الخالدي السكرتير العام لميثاق بغداد خطابا يوم افتتح صاحب الجلالة الملك المعظم المركز الذري في بغداد. وقد حضر حفلة الافتتاح كبار رجال الدولة ورجال الصحافة، وعقبه الدكتور وايت هاوز مدير المركز فألقى كلمة شرح فيها أهداف المعهد وأغراضه، وكان سفراء ميثاق بغداد يستمعون إليه كما كان يستمع إليه أيضا أعضاء المجلس العلمي للمعهد. ثم ترك جلالتها السرادق الملكي الخاص فأزاح الستار عن اللوحة، ثم فتح باب المركز بمفتاح فضي. وفي داخل البناية في الشالشية طاف جلالته مع معالي الخالدي وفخامة رئيس الوزراء والوزراء أقسام المعهد. ها هو الدكتور وايت هاوز مدير المركز يشرح لجلالته احد الاجهزة التي ستستخدم في تدريب الطلبة من دول ميثاق بغداد على التطبيقات العملية للنظائر المشعة ولاجراء البحوث الذرية في مجالات عديدة كالطب والزراعة والصناعة. والجدير بالذكر ان العراق قد تبرع ببناء